وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمين، طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال اليوم 31 سؤالا شفهيا موزعا على القطاعات التالية: الصحة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الثقافة والاتصال، الشباب والرياضة، القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأخيرا القطاع المكلف بالتجارة الخارجية. والآن من فضلكم قليلا من الضجيج. والآن وفق المادة 149 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب من السيدة أمينة المجلس تلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة. تفضلي يا السيدة. شكرا لكم سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. توصل مكتب مجلس النواب من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون رقم 77/17 يتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي. بالنسبة لعدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي وصل بها مجلس النواب من 5 إلى 12 نوفمبر 2018، توصلت رئاسة مجلس النواب ب 26 سؤالاً شفوياً، 105 سؤالاً كتابياً، 61 جواباً عن أسئلة كتابية، ثم تم سحب سؤال كتابي واحد. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا السيدة الأمينة المحترمة. توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يخبر فيها بما يلي: طلب السيد وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتأخير الأسئلة الموجهة إليهما والمدرجة في جدول الأعمال لهذا اليوم إلى آخر الجلسة. إذن حضرات السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. إذن السؤال